كتير مبسوط فيه، وخاصة بهالظروف اللي احنا فيها. أغنية بالعمر بتيجي مرة، أنا في العمر باجي مرة، أنا اللي فراق وده بيوجع. شو هالأناقة اليوم البدلة؟ Thank you، كلك ذوق. اليوم لابسي من مسجف. والرابح السابع يزن السعيد. أي زن بحبه لكم بيختفي 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 وفجأة بيظهر. صحيح. ليه؟ بتشتاقوا لي. احكي لنا عن الأغنية، كيف شايف الفيدباك؟ الحمد لله روعة، عم بيكون باقي مرة يعني أبدع فيها فريق العمل، سامر أبو طالب، إيهاب عبد العظيم، عمر إسماعيل ومصطفى رؤوف، والحمد لله عم تحصد نجاح فظيع، فأنا كتير مبسوط فيه، وخاصة بهالظروف اللي إحنا فيها. فأغنية بالعمر بتيجي مرة. أنا في العمر باقي مرة، أنا اللي فراق وده بيوجع. شيء جديد عم بتحضره أنا بعرف، صح؟ صح. شفتي، يلا أحكي لنا لقيتي بالعربي. أنا ما رح أسألك كتير وما رح أضغط عليك، بس بدك تحكي لنا. حلوة السهراية. سهراية حتكون أغنية العيد إن شاء الله، رح تسهر عليها ليلة العيد. أغنية فظيعة برضو، نفس فريق العمل، فإن شاء الله كتير متحمس عليها، إيقاعية حتكون. وبعدها أيوة، في أغنية تانية إن شاء الله رح تحبوها، أمر الليالي. أمر الليالي اللي هي من توزيع عمر إسماعيل. صحيح. كمان أوكي. كمان رح تكون إيقاعية درامية. درامية يعني عندك أغنية إيقاعية وأغنية درامية. بالضبط. بتحس يزن انه الاغنية الايقاعية بتضرب اكتر من الاغنية الدرامية معك؟ مش بالضرورة، لانه بالنهاية انت هي اذواق الناس ومود، فانت ممكن تكون بهالمود عم تسمع هالستايل، مود تاني بتكون عم تسمع اغنية فرحة او نكدة حسب المود اللي انت فيه، بس انا بالنهاية بحب اغني شو بحس. ما فيش ايام بترجع والندم ملهوش مكان. الاغاني الجديدة رح تصورها شي كليب ولا لا؟ ان شاء الله رح يكون في سهراية تصوير، رح يكون كونسبت كتير بسيط وحلو، وفي امر الليالي اكيد حيكون تصويرها بعقد، هاي كتير متفائل فيها كمان. فان شاء الله الفترة الجاية حتكون فترة بيزي. استقريت بدبي؟ مش 100%، بس اغلب وقتي عم بيكون بين دبي وبين مصر والاردن. كيف بتنسق بين وقتك بين دبي ومصر والاردن؟ بتروح على مصر لتحضير الاغاني؟ اغلب الوقت مصر بيكون هي المطبخ اللي بنحضر فيه الاغاني، وبالاردن بيكون عم بحضر للكونسبتس مع التيم شاركس تيم، وبدبي بيكون تنفيذ الاغاني اغلب الوقت.